السلام عليكم يا شباب. شباب اكيد كلكم عم تبرموا على كمامات، والكمامات اليوم مفقوده بالسوق والمنتجرين فيها واللي عم يسمسروا من وراها. هون الان كمامات، هون في كمامات. كل الشباب هون في كمامات يا شباب. عند خينا سعد هون على البحر، على طريق البحر، توجهوا على طريق البحر. احمد بستين يحط بوست عم بيقول ما في. ليش عم تبيع هذه سعد؟ 1000 ليرة، يعني ما حقق 20,000، حقق 1000 ليرة بس. منيح، تمام. إذا الكمامات الغائبة عن الساحة اللي اختفت بين ليلة وضحاها موجودة بعدها. سعد في كمية؟ في كمية، تمام. إن شاء الله ما بيصيبكم لا كورونا ولا أي مرض.